السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول
أهلكتما لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.